بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل أفضل الكتاب على أفضل العرب والعجم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لعلمي عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إخوتي في الله، إنه لمن الغفلة والسرور أو وفقني الله تعالى بأن أقوم بين أيديكم لإلقاء كلمة وجيزة حول اللغة العربية. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا، حيث جمعنا في هذه الحفلة الميمونة. ونسأله جل وعلا أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه البقعة المباركة. أحبني في الله، لا شك أن اللغة العربية لها دور كبير ومكانة عظيمة في نشر العلوم الإسلامية. ولو لم تكن اللغة العربية لما فهمت الأمة القرآن والحديث، ولما توحدت على كلمة واحدة ففرض على الأمة تعليمها وتعلمها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. إخواني الأفاضل، اللغة العربية أفضل من جميع اللغات، لأنها لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من جميع النبيين والمرسلين. ولغة القرآن، وهو